أعلن جيش الفتح سيطرته على بلدة كنسبة في جبل الأكراد فجر اليوم، وطرد قوات النظام منها في رابع أيام معركة اليرموك في ريف اللاذقية. وسيطر الثوار على تلال الشيخ يوسف وشلف وأبو أسعد وقريتي عين القنطرة وأرض الوطى، كما استعادوا نقاطا خسروها صباح الخميس. وكان النظام قد سيطر على بلدة كنسبة منتصف شهر شباط من العام الحالي في أول دعم مباشر من الطيران الروسي عقب دخوله إلى سوريا لمساندة النظام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فضل الله عز وجل، بعد أن تقدمت الميليشيات الإيرانية والروسية وحزب اللات وكل مرتزقة الأرض وأخذوا تلة الحدادة، قمنا من فضل الله اليوم في هذه الليلة باستعادة تلة الحدادة وقهرهم في هجومهم ورد طغيانهم وردهم إلى نحشبة وعن شلف وعن كنسبة، مدينة كنسبة، وإلى ما بعد كنسبة. والحمد لله الآن وادي باصور تحت سترتنا المطل والمشرف على مدينة سلمة، وهذه إحدى غنائم، وهذه إحدى الغنائم، والغنائم من فضل الله سوف ترد إلى صدورهم بإذن الله. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه فطائس الأسد، هذه الشبيح الأول. شوفوا يا شباب، هذا الخنزير الله الأول. أكبر، الله أكبر، أكبر. ليك رصاصا بالأرض، الله أكبر. والأربع خمس امتار فطيسة والحمد لله. هاي فطيسة ثانية يا شباب، هاي فطيسة ثانية. الدبابة غنيمة ليك وين هونيك يا شباب. الله أكبر يا شباب، الفطائس فطائس مليئة بالأرض، والله دسناهم بأقدامنا، هربوا من أمامنا كالجرذان. الله أكبر، تكبير يا شباب، الله أكبر، الله أكبر. هذه فطائس الأسد. وينضم إلينا من ريف اللاذقية جعفر أبو درعا، قائد سرايا الاقتحام بفرقة أبناء القادسية. مرحبا بك، لو تضعنا في تفاصيل السيطرة على بلدة كنسبة وما هي حصيلة خسائر النظام خلال المعارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أخي، أنا بفضل الله عز وجل الحمد لله تم تحرير كنسبة وقلعة شلب وضابة دبات وتشكيل طبوع ورشو وضبيات أرض الوطى وعين قنطرة وثبت أبو أسعد، وإن شاء الله بطريقنا نثبت المختار وثبت القصة وسلمة بإذن الله عز وجل. الحمد لله أخي، تمت السيطرة بعد دخول معارك عنيفة بعد الساعة الثامنة حتى التاسعة بدأ التنفيذ وتم التقدم من جميع محاور كنسبة حتى قلعة شلب. طبعا في دخلة في اقتحام واحد وتشغيل باقي المحاور حتى لا يتم مؤازرة بعض النقاط، ولله الحمد تمت بعد أكثر من ساعة في معارك طاحنة، لله الحمد تم السيطرة على كنسبة وقلعة شلف وباقي المناطق. نعم، طيب هل كان للطيران الروسي دور في منع تقدم الثوار إلى البلدات التي سيطروا عليها؟ وهل حدود المعركة في اليرموك أبعد من كنسبة؟ الطيران الروسي لم يفارق الأجواء حتى الآن، يعني من حتى الساعة الثامنة مساء البارحة حتى الآن أكثر من 3-4 طائرات في الجو، ويتم استحداث أي سيارة أو أي مدني داخل المناطق التي حررت أو داخل المناطق البعيدة عن المناطق الاشتباك. نعم، جعفر أبو درعا قائد سرايا الاقتحام بفرقة أبناء القادسية، شكرا جزيلا لك. بارك الله.